السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر صادم وخبر مؤلم، و يعني خبر يعني لم يتخيله أحد، أن الاحتلال يقدم على اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاطي. لم يتخيل أحد أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة الشنعاء باغتيال في وضح النهار لصحفية بارزة ومراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة. هذه الجريمة الشنعاء التي أقدم عليها الاحتلال هي جريمة لا تغتفر. شيرين أبو عاقلة هي ممثلة الحق، ممثلة الحقيقة، ممثلة المناضلين الفلسطينيين. كون الاحتلال يقدم على هذا العدوان الغاشم وهذه العملية الشنعاء والنكراء، إن هو أصبح لا يرى أحد، مش شايف حد قدامه. كون هو يحاول أنه يطمس الحقيقة باغتيال شيرين أبو عاقلة، وهي محاولة بائسة يعني، لأن الحقيقة لا تموت والكلمة لا تموت. ف كان خبر صادم جدا جدا اغتيال شهيدة الوطن شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين بدم بارد، واغتيال في وضح النهار برصاص غدر، برصاصة غدر في الرأس. شيرين أبو عاقلة، لماذا قتل الاحتلال شيرين أبو عاقلة؟ الاحتلال الإسرائيلي قتل شيرين أبو عاقلة ليوصل رسالة، يعني يوصل رسالة مفادها أنه يعني لم تعد هناك خطوط حمراء. للأسف الشديد هو عارف شيرين أبو عاقلة، يعني هل الاحتلال ما يعرفش شيرين أبو عاقلة؟ الاحتلال عارف شيرين أبو عاقلة، لأن هي مراسلة منذ سنوات طويلة في فلسطين ووجه بارز جدا ومعروف. لكن كون الاحتلال يقدم على هذا الفعل المجرم، فهو يمكن بيوصل رسالة أنه لم تعد هناك خطوط حمراء، ويعني يحاول أنه يطمس الحقيقة ويقتل الحقيقة. شفنا الإدانات العربية، الجامعة الدول العربية أدانت الاغتيال، والخارجية المصرية والأردن وكثير من الدول العربية خرجت ببيانات إدانة وشكل. لكن الحقيقة أنا أرى أن ده مش كافي، لازم أن احنا يكون في تحرك، في محاولة ضغط دولي لتحقيق، لإجراء تحقيق دولي في اغتيال الشهيد. لازم يكون في تحرك عربي للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف هذه العمليات والتحركات اللي هو بيقوم بيها والإجرام اللي بيقوم بيه في القدس، من اعتداء على المسجد الأقصى واعتداء على إخواننا الفلسطينيين. الاحتلال بيحاول ان هو يطمس الحقيقة، بيحاول ان هو يخفي الحق، ان هو النهاردة طالع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بيقول ان اللي قتل شيرين أبو عاقلة هم مسلحين فلسطينيين. يا أخي يعني استحي على وجهك زي ما بيقولوا، يعني تقتل القتيل وتمشي في جنازته، طالع متتهم فلسطيني او الشعب الفلسطيني بان هو اللي قتل الفلسطينيه الشهيده شيرين ابو عقله، شهيده الوطن والواجب. مفيش اجرام يعني اكتر من كده. هذه الجريمه تضاف طبعا لسجل، السجل الحافل من الجرائم لهذا الاحتلال وهذا الكيان، سجل حافل من الاجرام المتعمد في حق الشعب الفلسطيني. خلص التحيه لهذه البطولة من الشعب الفلسطيني، خلص العزاء للشعب الفلسطيني البطل في وفاة ابنته شيرين أبو عاقلة. شيرين أبو عاقلة ستظل في وجدان كل عربي وكل فلسطيني، لن يسقط حقها طبعا مهما طال الزمن، وسيدفع هذا الاحتلال بإذن الله ثمن هذا العدوان الغاشم وهذه الجريمة النكراء في حق الحقيقة، في حق الصحافة العربية، في حق شيرين أبو عاقلة. ستبقى فلسطين من البحر إلى النهر أبدا ما حيينا، وستبقى فلسطين قضيتنا الأولى وقضيتنا الأهم والرئيسية اللي هندفع عنها حتى الممات. خلص العزاء للشعب الفلسطيني البطل في وفاة شيرين أبو عاقلة، ونتمنى أن يكون فيه تحقيق دولي، ونطالب بتحقيق دولي في هذه الوفاة، وتقديم كل من أمر وأصدر هذا القرار باغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحاكمة الدولية. شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء.